أحبكم الله. في سؤال آخر تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل معلمة في إحدى المدارس، وبعد شرح الدرس وكتابة الملخص على السبورة أخرج من الحصة وأدع التلميذات يكتبن الدرس من السبورة، ويمكن أن يبقى أن يكون بقي ربع ساعة على نهاية الحصة أو 10 دقائق، ويمكن أيضا يضيع 10 دقائق في بداية الحصة قبل دخول الفصل، فما حكم خروجي من الحصة مع أنني قد شرحت لهن الدرس كاملا؟ وهل حرمته تحرم علي راتبي الشهري؟ أفيدونا مأجوري. الواجب البقاء في الفصل إلى تمام الحصة المقررة نظاما، وعدم الخروج، لأن الطالبات قد يحتاجن إليك في الاستفصال في بعض الأمور، أو أن تشرحي لهن إذا بقي في الوقت بقية، أو توجهين الطالبات بتوجيهات نافعة تكملين بها الوقت. أما الخروج قبل تمام الحصة فإنه لا يجوز، لأن هذا نقص في العمل، وما تأخذينه في مقابل هذا النقص فإنه لا يحل لك. نعم.